السلام عليكم. ونزيدو ثاني نزيدو نجبدو على الايقو على ماجر على الشخصيه تاع الطارو، عنده شخصيه واحده تاع الطارو يتكلم بها، عنده ماتش واحد تاع بلجيك يتكلم عليه، ناسي ليبيريا، ناسي مع المالي 3 شونجمون بروميير ميطو دوزيام ميطو لعبنا اديس، ناسي مع المالي حنا خاسرين، هو يقول للجواره خاسر 1-0 قلباتو الكاميرا روحوا شوفوا الماتش، يقول لهم ارجعوا، ناسيها بانيك، ناسي مع نيجيريا وقف ما سيشوف غوش دروات، فماك اللي خرجوا عليك الاغنيه تاع غوش دروات هالمريوله غوش دروات، وليتيها شدك هاو شدك هاو ما تعرف شدك هاو ما تعرفش حاجه شدك هاو، قلت لهم بلي انا يا هضره انا يا تاع بارير انا يا صار لي كيما ذاك اللي قال لهم انا كنت كانوا يحيطوا لي قويدر صدامي ولات في الصحه صابوه قويدر الهراب، هذه هي نتايا جوف عليك نهضرو، نتا نسيت تنسى 2014 قدام لايبان بونجاح تكلمت قلت لنا بلي انا ديت شامبيونا مع قطر، كنت مدرب في قطر ديت كاس العاهل تاع مرت خو القطر، ديت كاس تاع جداتهم تاع قطر، ديت الكاس تاع جدهم الاول، ديت مكسر علينا الجدود وخالاتهم خاطرهم عندهم بماك لي كوب يسمي على جده يسمي على الاميره 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 بت مو اميره نوزا يسموه كيما هو يكمص علينا، ديت بت خالتها تحسب اللي تزوج خاطر سمعتو قال لهم ديت بت خالتها، انا قلت متزوج بنت خالت اميره تاع قطر جداتهم، انا خصم لي جداتهم من قطر، هو وصل لنا تم بعد عرفت باللي يتكلم على ليكوب صح، قالنا انا ديت قالنا انا كانت كنت قالب تاع قطر، تما هو كيشكر تاع قطر تما الشامبيون كانت تاعني ما كانش تاع ما كانت كانت تاع حمير وميقضبه هو ولا تاعني عاج ايا ضروخ مي بونجاح راه يلعب في قطر شناه قالوا له بونجاح زعماك بونجاح راهي ماركي راه من نار، قالوا ما يشقاش نجيبو حنا غير اللي ماركي نجيبو ليكيب ناسيونال، قالوا له بونجاح قال لهم بونجاح راه في بطوله ضعيفه تما انت كنت قاضب انت وضروخ ويما راه يلعب بونجاح قطر لي زيكيب تاعها وكلش خير منا، واحد يدار الصحة هاو نهضرو الصحة نبقاو غير نكذبو على روحنا بلي حنايا الشامبيون تاع حنا عندنا الشعب عندنا لي سيبورتير في السطاد، قطر عندهم شامبيونا عندهم لعابه في المستوى يلعبوا بالو عندهم دي زونترينير الناس تخدم بالو، اما لا حنايا شنا ما نكذبوش على روحنا ما نقولوش بلي حشود دو خدم دو تاع قطر تاع السد ولا ما كيسموها ما كاش من هذه، ما تقولناش بودبو دا خير من الطروه تاع العين، ما تقولوناش بلي بن غيث وعبد اللاوي خير من تاع كاش منها هذه ما كاش منها كاع خويا، انا نقول لك ما كاش كاع منها ماجر ونعاودو وا قالوا بطوله ضعيفه صح اخويا صح ديروا عليك صح ما راكش خويا انت ديروا عليك، نعاودو نولو واحد النقطه صغيره زاتشي نعقلوا نشوف المستوى تاع الصحافة ومستوى تاع رئيس اتحادية مستوى تاعو ضعيف، أفكار تاعو ضعيفة، الشخصية تاعو ما عندوش، والصحافة ما عندوش شخصية قوية، ما عندوش شخصية قوية، وهذا ماهوش مسير في المستوى، علاه نقول لكم كيما هكا بالك الناس غربت لهم، أنا وكانت غايبت لي واحد الأحيان، علاه نقول لكم كيما هكا خاطش علاه؟ زاتشي نهار اللي فاز نهار اللي عينوه كرئيس خاطش عينوه زاتشي ما ربحش وهذيك تاع في الصندوق ومن الصندوق انقلب، نهضروا الحقيقه الصندوق انقلب، الصندوق كي تحط طلع صندوق معمر الناس مبوطات راه مدور تتهموا مدور تبعوا الهضره تاع مدور تتهموا كلش تبعوا الهضره تاع زرواطي تتهموا كلش، زاتشي ما ربحش وحده ما ربحش وحده فوطا وحده فوطا وي هكا ما ربحش،
ما ذبح صابوا لا بزاف مي راحوا بيناتهم قالوا حلشوا بالك صابوا قاع محايدين قاع دايرين بلي احنا هذه المهزله خاطينا هذه المهزله خاطيتنا حنايا. مين خرج مين ربح وخرج شادر ما داش ندوه صحافيه فم فم وين راح؟ ركب في لوطو كما مع الصحافه يهدر معاهم في اللوطو هو دزدت كما صاي داير ندوه صحافه في ندوه صحافيه في اللوطو تاعو يتكلم مع الصحافه بالكم عاقلين عليه راكم مش انا نقصروا ولا رانا نهضروا في الصح ورانا نهضروا في حاجه الشعب كاع شافها. هو دزدت كما صاي يهدر مع الصحافه ندوه صحافيه في اللوطو تاعو برا في الزنقه هذا مدرب تاع الزنقه. عاودوا نقولوا الأيقونة الآخر ماجر اللي ماجر هو ما جاش كمستشار باش يخدم كرة القدم جا باش يخدم اسمه في الفيفا يعرفوه بونجور ماجر ادخل ماجر ادخل قعد معنا خاطش ماجر علاه الفيفا دارت عليه خط أحمر من يقولوا ماجر يشوفوا لا كيما هكا دايرين لا ماجر لا علاه نقول لكم ماجر علاه. وهذه المعلومه ان شاء الله بربي نزيدوا ناكدوها احنا هذه المعلومه راهي عندنا هذه صح هذه من فيفا قالوها الناس والهضره توصى كيما يقول لك. ماجر النهار اللي كان سفير تاع الفيفا داروه سفير تاع فيفا نهار الاول غلطهم قال لهم انا وانا ما تعرفونيش بالتصاوير خاطش هادو عايشين غير بالتصاوير ولي فيديو قدم. قالوا له ماجر اعطينا حلول في الفيفا زعما كتعطينا حلول حاجه جديده في كره القدم حاجه هكا في حاجه تاع لي زاربي تاع اعطينا حاجه هكا ولا في اللعب في التكتيك دو جو مش باروكي حاجه جديده اعطينا تاع ماركي طالون لا قال لهم انا ماركي طالون قال لهم انا عندي حاجه نضيفها قال لهم بونك دي توش قال لهم ما خلهمش يقعدوا في رحبه قال لهم نديروا بونك دي توش من وبونك دي توش من مليه قالوا لهم نديروا مولي غارديا بوك دو توش منا مولي غارديا بوك دو توش منا مولي غارديا ايا قال لهم والمدربين واحد يقعد من واحد يقعد من هي ايا فما بلاتيني بلاتير فما شا قالوا له كمل شو القهوه تاعك وتنعيطوا لك للان مازالوا ما عيطولوش على بالك للان كيما نهضر معاكم مازال ما عيطولوش للان والله للان. وماجر ونزيدوا فانيك التحاليل دروك رانا نهضروا على ماجر التحاليل تاع ماجر كي دايرين قالوا له ماجر محمد شيخي شت واحد اللقطه قال له ماجر عطينا ليازما كيفاش عطينا نقطه ضعف تاع الوداد البيضاوي المغربي وعطينا زعما نقطه القوه تاع الوداد المغربي زعما ليازما كيفاش عطينا تحاليل عطينا حاجه صغيره زعما عطينا حاجه صغيره زعما كيفاش بالك يديروا عليك جزائر كامله 45 مليون جزائري ولا 41 مليون جزائري راه يتفرج عليه زعما كبيطو ماجر يعطينا هيا استقل نقول لكم استقلهم قال لهم احنا كي نلعبوا هنا في استاد لازم نربحوا وكي نروحوا لاستادهم لازم نلعبوا لهم في لا ديفونس. هيا فما قلت له ولدي قلت له جيب لي تشوتي لي كوموند دير لي طوم جيري نتفرجوا طوم جيري انا ولادي ونضحكوا خير والله انا قلت لولدي قلت له روح محمد روح عزيز روح جيبوا لي تشوت تيليكوموند ديروا تشوت طوم جيري خلوني نضحك شوي خاطش هادو ما يضحكونيش هادو عندهم يطلعوا لك المورال شتا ولا يطلعوه لك كيزو صوالح يطلعوهم لك يطلعوا لك السكر يطلعوا لك لونطونسيون يطلعوا ما والو المورال هذا هو المورال اللي يطلعوه لك. يا هل ترى واحد كان بصح شتايا لا هذا غباء تاع الناس اللي قدموا الحصص ما قرينا احنا كنت نحترمك وبالك شويه نحترمك من اجل الاصدقاء تاعك محمد شيخي راني نحترمك دروك مش راني باغي نطيح عليك من الاصدقاء تاعك من خليهم انت تعرفهم ويعرفوك ويعرفوني باللي راني نهدر عليهم يسمحوا لي راني محترمهم. لو كان انت صحافي مقدم حصه تتحكم في روحك ما تخافوش على الاماكن تاعكم دير له كيما يا ماجر اعطينا نقطه الضعف تاع الوداد البيضاوي واعطينا نقطه القوه تاع الوداد البيضاوي هذا تحاليل قديم هذا تحاليل مكاش هذا تحليل تاع تاع تاع
تاع ايكيب هاوي، فريق هاوي تاع زي اللي نروحكم في استادنا ونربحوا في استادهم ونديروا ماتش ليل. هذه مكاش، هذه مكاش، هذه انت نقول لك اعطيني انا كون فما نقول لك يا ولد عمي اعطينا تاع حليل ها قلت بلي انا نعرف اعطيني فماك نكشفك على بالك ابك اخوتي اللي معاكم غير خمس دقائق برك تهربوا تروحوا تجري على بالك ست سنين ديك اللي راكم تخدموا بيها تهربوا تروحوا الهداف تبلع تتبلع مكان والو تجي انت بالشيخ بوحنيكه كاع يجوا هادو كاع دوك الصحافه يقابلوني نغلبكم. علاه نغلبكم؟ نغلبكم خاطر حنا نهضروا الحق وانتم تكذبوا ونواجهكم بالكذب تاعكم نكشف لكم الكذب تاعكم وانتم تشوفوا والشعب يشوف بالك. هذه هي ومازال جديد ان شاء الله بربي ومازلنا نزيد خاطر عليه هادو نعاودوها لكم. هادو جاو يفسروا لنا تفسير الاحداث الغالطه بيغلطوا الشعب الجزائري يديروا المغناطيس للشعب الجزائري خاطر عليه بيحوسوا يتهموا الشعب باللي مشي هما اللي خسروا الفريق الوطني هما خاطئين وبخاطئ مساكين بيتهمونا باللي غوركي مدرب كان فاشل وبيتهمونا باللي هذا الفريق الوطني هذا الجيل هذا باللي ما يعرفوش يلعبوا بالو. هذه هي اللي حنا رانا نواجهوا بهذا هذو القراده هذو النعاج. هذه هي تحيه الجزائر، تحيه قوله الجزائر. مطار باب العسا، الصحراء الوسط تاعنا، قبائل كاع ولاد الجزائر وين ما كانوا، كاع ولاد الجزائر اللي هنايا واللي في الخارج. وفانيك ما ننساوش عمي خالد تاع الالمان وامي خويا تاع ليستر تاع انجليز. وما ننساوش هانيك لي سيبورتير تاع السياسي السنافر وكاع ناس قسنطينه اللي الناس قسنطينه اللي في قسنطينه واللي في الخارج. وما ننساوش القهوه تاع كافي دالجي اللي في ميلوز وكاع جماعتكم وربي يحفظكم.